السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم على قناه مامون بيبي. عدت لكم من جديد اخوتي خواتاتي بواحد الفيديو اللي تضر في القلب. فانا دابا كنت ندير المونتاج لهذا الشيء اللي غادي تشوفوه من بعد ما نهضر انا في هكا. وانا دابا تنهضر معكم وانا دموعي هابطين. الحلقه دي اللي راكم تتسمعوا مبدل صعيب عليا هاد الفيديو، هادي كان صعيبة عليا باش ندير لها المونتاج رغم انني انسانة قوية. ف طلبات مني هاد الفيديو زاف ديال الشجاعة باش ندير لها المونتاج، لان بزاف ديال الالام فيها تفاصيل ديال كيفاش اسماء زروال هي وعمير الطاهر قتلوا الاب ديالنا وشرحوا باعوا الاعضاء ديالو، وكيفاش ضربوا له الشوكه امام الاخت ديالي في نفس النهار. عمير الطاهر خطف الأخت ديالي، عمير الطاهر اللي راه معروف، ديروا سميتو في هذا في جوجل غتعرفوه شكون هو. كان متعلم ديال الأب ديالي في الإدارة فين كان الأب ديالي تيدير لهم الإكسبيرتيز كونطابل. ومن بعد دخل مع اسماء زروال في المعمعه هو وياها، هذا امير الطاهر مع اسماء زروال دابا راه هو وياها، هما الريوس ديال المغرب، وتزاد عليهم بوريطه من بعد. ف هاد الفيديو هادي فيها غير الالام والبكاء. انا تندير لها المونتاج وانا تنبكي، انا صعيب عليا اخوتي اخواتي لان الاب ديالي هذاك. ف بعد ما ضحاو بالاب ديالي بحال شي حولي اسماء زروالي وعمير الطاهر امام الاخت ديالي، خطفها عمير الطاهر وداها للقنيطره فين عندهم شي دار تما، سدو عليها هي هذيك، حتى قلبت عليها الام ديالي ودخلت السيده اللي تجي الام ديالي اللي خدامه في القصر الملكي، مرات خالي الله يكثر خيرها ويطول في عمرها ويخلي لها وليداتها، اللي خدمات مع الملوك محمد الخامس حسن الثاني الله يرحمه. ف هي مشات هي والام ديالي باش وبالبوليس والسلطات باش خرجوا الاخت ديالي، لان امير الطاهر من مور ما دار هو واسماء زروال المجزره في حق الاب ديالي، كان هذاك النهار غيدير مجزره حتى في الحق ديال الاخت ديالي بشرى بالمهدي. فانتوما غتشوفوا التفاصيل كلها هنايا في هذا الفيديو هادي. و من بعد الموت ديال النجره ديال الاب ديالي، بعد ما عتقات الام ديالي الاخت ديالي، رجعات الاخت ديالي لفرنسا، من بعد شكون اللي غادي يكمل الاجرام في حق الاخت ديالي؟ الاجرام اللي ما دارش عمير الطاهر شكون اللي غيكملو في حق الاخت ديالي في فرنسا؟ هو بوريطه. فغادي تشوفوا اخوتي اخواتاتي غتسمعوا صوت وصوره هذا الفيديو هذه كلها، ملي غنسالي انا الهضره كلشي صوت وصوره، الام ديالي والاخت ديالي غتسمعوا كلشي وتشوفوهم تيهضروا معكم. فمن بعد غتسمعوا الاخت ديالي كيفاش رجال بوريطه تكرفسوا عليها
في باريس، الضرب بالحديد الجبهه ديالها، البنيه اللودن ديالها، عدو رجال بوريطه في فرنسا، الضرب البنيه والركن اللودن ديالها، الكتبي الجبهه ديالها، البار ديال الحديد، حديده الجبهه ديالها، حرقوا ليها وجهها. وما كفاهمش هادشي كله، من بعد خالد وداني باش يدير، باش كان عنده الامل انه يدير الوريقات ديالو، زاد حتى هو كمل عليها، كان تيجبدها مع الارض وتيجلسوا عليها هو وخوتو ومو فاطمه بالركل والبنيه وداكشي. ما عندي ما بغيتش نقول لكم كلشي لان هادشي تيضر في الخاطر، ما غاديش نعطيكم التفاصيل كلها ديال الاجرام اللي كان يرتكب خالد وداني تحت الاوامر ديال بوريطة، وهو وملكة لبزار اللي كانت تغغم على الاخت ديالي باش تجيب لها الماكله، تشري لها الماكله وتجيب لها الشوكولات، كانت خدامه عليهم بجوج، يعني على الوداني وعلى هذيك ملكة لبزار. انا ما حبت كرفصوا عليها، وما كفاهمش هاد الجرائم كلها. من بعد قال لهم وداني ديروا ليها الشريحه، الا بغيتوا تضروها اكثر ديروا لها الشريحه. وعلاش قال لهم هادشي؟ باش يديروا له الوراق. ساعه في الاخر ما حشاوها لك الوداني، خالد وداني حتى الزداق هذاك عبروا على يماك الزانيه ديال امك، ما خديتيش الوراق، ارتكبتي جريمه في حق اختي ما خديتيش الوراق، غتاخد الحبس انت وبوريطه ان شاء الله. المهم واخا فضحتي بوريطة تسحب لك، غادي ندوزها لك. انا ما غندوزها لكش خالد وداني المجرم، يا بيا على دروغ هي هذيك. ما كفاهمش هادشي كله، ونادو داروا الشريحه الاخت ديالي باش يزيدوا يالموها اكثر واكثر ويكونتروليوها، قام كونترولينا ويدمروا لها حياتها ويحطوها على اللائحه السوداء. ثم اللي تتقولوا لي علاش ما طلعتيهاش، علاش ما طلعتهاش معايا لبلادي؟ ما يمكنليش تطلعها معايا لبلادي، الاخت ديالي حطها بوريطه فوق اللائحه السوداء. ملي كنا تنسافروا انا وياها هذه عامين وقيله، فين ما تنوصلوا لشي ديوانه شي فرونتيير، تيقولوها لنا، تيبقاو تيقراو، غير تيسكانيو الباسبور ديالها تيبقاو تيقراو، تيقولوا لنا راه هذه في اللائحه السوداء، تيقولوها لنا. ف بوريطة راه شغلك مفضوح، فهمتي؟ وحتى انت بوريطة انت وليتي في اللائحه ديال اللي ما بقاوش تيعرضوا عليهم، ما بقاوش تيحاشيو عليهم، ما بقاوش تيسويو عليهم، كما يدين المرء يدان. بوريطة حتى انت عندك بناتك ان شاء الله يكون لك هذا الشيء تابعه الذريه ديالك جيل ورا جيل. يا ربي يا ربي خرج فيه الاعتبار هو والذريه ديالو. الام ديالي تتقول لي ما تدعي لهمش في الذريه ديالهم، ولكن انا ندعي لك في الذريه ديالك. ايه بوريطة. المهم خوتي خواتاتي، اسماء زروه العمير الطاهر ارتكبوا الجريمه لان الاب ديالي كان على وشك يفضحهم، لانهم دايرين في البلان بانهم غادي يسمموا من بعد محمد السادس ويصفيو عليه. هادشي في 99، في اخر 99، هادشي في اخر 99 دو جانبير 99، داك الساعه يلاه محمد السادس عاد قال بسم الله، وما راه دايرين ليه في البلان، كانوا تيعينوا غير يمشي حسن الثاني باش هادي عمير الطاهر، هذا عمير الطاهر واسمه زروال هي هذيك. و داروا هادشي على السلطه والفلوس المال والجاه الى اخره. ومن بعد بوريطة ارتكب الاجرام في حق الاخت ديالي، حتى هو على ود الكرسي ديال وزير الخارجيه والمال والسلطه والجاه والفلوس الى اخره. وخالد وداني حتى هو ارتكب الجريمه في حق الاخت ديالي على ود الوراق ديال فرنسا. حتى واحد من هادو كلهم
ما تيخاف من الله، حتى واحد من هادو كلهم ما تيخاف من الله. ايوا اش غنقول لكم، نتوما كلكم يا اللي ارتكبتوا الجرائم في حقنا، في حق الاب ديالنا وفي حقنا انا واختي، وانتوما تتقتلوا فينا انا واختي والوالده ديالنا بعد ما ارتكبتوا مجزره في حق الاب ديالنا. فاش نقول لكم نتوما، نتوما مسلمين بلا اسلام، انتوما تنتمون للشيطان والدجال، وملككم الشيطان والدجال، والديانه ديالكم هي الدرهم. انتوما الديانه ديالكم عرفتوا شنو هي؟ هي الدرهم، وتتعبدوا الدرهم. وان شاء الله، ان شاء الله هذاك الوراق ديال الدرهم فيهم غتحركوا ان شاء الله في الاخره. يا اهل الدجال خوتي خواتاتي، غنخليكم دابا مع المقاطع. خواتاتي المغاربه، خواتاتي المغربيات، كنشكركم بزاف على اللايكس بتاعكم اللي كتشجعوني فات معايلة ديالي، شكرا كتير، الله يحفظكم. انا عرفت في الاخير انهم كانوا كيدروغيوني، لان حتى في قبل كانوا كيدوي واحد البلاصه اللي مشاو تيقولوا لك، اللي مشاو تيقولوا لك اللي المافيا، هذيك المافيا تيقولوا لك على انك انت يا والديك ماشي هما هادو، وانت تتشبهي لمامتك وبيك فوتوكوبي، وانا وياك تنتشابهوا فوتوكوبي، وحنا بنات الحلال. بحالو وكاش ديال اختي بحال بحال، والنيف ديال اختي بحال النيف ديال بابا، والجميم ديالي بحال ديال ماما، حيت حنا بنات الحلال. الوغ قولي، حرموني من بابا، بابا مات وشتو كيفاش مات، حيت انا شفت مني مات بابا، شفت كلشي، ما عرفتش واش هادشي علاش كيديروا لي هادشي، باش يديروا هادشي هذا، حيت قتلوه، ما نقولش كيفاش مات بابا، قتلوا لي بابا، قتلوا لي قدامي، وما عرفتش شكون اللي قتلوه، علاش قتلوه، وانا اللي كنت قريبه بزاف من بابا، انا اللي عارفه كلشي. ما تبكيش، ما تبكيش، قتلوا لي بابا، وبابا كان كيبكي ملي كان كيموت. قتلوه هو تيبكي، تيقول لهم ما تقتلونيش، وهما تيقتلوا فيه. لا هضروا معاه، قالوا له غادي تموت، نقتلوك دابا، قالوا بلي برا، ما تبكيش، بلي برا قدام، ما تبكيش، ما تبكيش، ما تبكيش، دابا ناخذوا له حقه باذن الله، ما تبكيش، ما تبكيش، ما تبكيش، الروح عزيزة عبد الله، ما تبكيش، الروح عزيزة عبد الله. قالي قالوها ليه، هضروا معاه وبدا كيبكي، وقالوا له يلاه قيسوا البنت اللي كتقول لي بشرى، حيت بابا كان كيبغيني بزاف. ما تبكيش، ما تبكيش، وعرفت علاش قتلوا بابا، ما عرفتش شكون اللي قتلو، شفت كلشي، شفت المراه اللي دارت له داك الشيء، وشفت السيد اللي كان تما كي اللي هضر معاه باش بكى، ما عرفتش علاش داروا داك الشيء، قال لي لا هضرتي غادي ندوك الحبس، ما عمرك غتخرجي منه، لان ما عندك حتى شي دليل، قالوا لي هادشي اللي هضرتي الناس كيمشيو عليه القضاء، هكا قال لي وغوت عليا، قال لي الناس كيمشيو على هادشي القضاء الا قلت لنا الكباك، قال لي شتي كلشي، وما عمرك غتنسي شنو شتي، قال لي خطو ديني عند واحد اخر اللي هو معاهم فاش هذا اللي خطفك، هذا اللي خطفك النهار اللي مات، النهار اللي مات بانا، هذا هو اللي خطفك ومشي ديال سبيت، وكيخمو شنو غيديرو فيا انا، لان شي ما عرفهم يديرو معايا، قال لها هضرات ومشات قالت لواحد خورا شنو درنا له البابا، ها ودابا شنو غنديرو بها، داني من تما، داني اللي عندهم الدار، ما خرجنيش من تما، كي احتاجت ماما وخرجتني من تما، قالت لي بنتي دابا، قالت انا عارفه عندك فقد الدار، تفقدي بنتي، هو هذاك ما غتردليش بنتي، ما غاديش تسلك منها هاد المرة، قالت له عرفتي شنو درتي، ما دابا طردي بنتي، وهذا قال لي يلاه سير، قال لي عندك الزهر
خليت هاد لا شونس اللي امك عرفاتك راكي هنايا وراك تسول عليك كتمشي في حالتك خليا انا باقي درت في خويا قلت له صافي داو باش راه غيقتلوها اليوم غيقتلوها في الليل لان شافت باها كيفاش مات قال لي كيفاش قلت له هذا الشيء اللي كاين هي هذيك رمضان والصيام المغرب تكلمات هي هذيك الموظفين مساكن تكلمات عليهم المغرب واخا كلشي مشى ديورو وانا مشيت للدار انا وخويا ومراته انا وخويا ومراته هي هذيك دخلوا معايا قالوا لي شوفي ما تكلمات حنا غنمشيو نشربوا كاس الحليب في الزنقه ونجيو نشربوا كاس الحليب في الزنقه ونجيو نشوفوا هذا الشيء هي هذيك وانا بديت تنقلب على داك اللي دا اللي فلاتيزانا اللي داها قالوا لي راه هذاك اللي فلاتيز حتى يعرفوا هذاك اللي فلاتيزانا هو اللي دا بوشه شفناه هي هذيك بديت تنقلب تجبرت النمره ديالو ديال التليفون فين غنجبر بنتي في قنيطره في الدار ديالو تقنيطره حيت هو عنده دار في الرباط كاريها في العكاري وعنده دار في قنيطره اللي كان فيها النهار اللي فيه السكن في الرباط هي في قنيطره فاش جا خدم في الرباط هي هذيك عيط له هو يواجهني قلت له تتفهم المجنون اللي قتلتي باها بغيت تقتلي حتى البنت تتفهم راه انا خويا ها هو معايا راه غادي نصيفط لك البوليس غيصيفط لك البوليس غيخرجوا البنت الا ما جبتيليش بنتي دابا تو دو سويت غيدخلوا عليك البوليس غيخرجوا قتلتي باها وبغيتي تقتلي حتى بنتي هاد الليله هي هذيك ما واجبنيش اش دار هو يجيبها وخويا قال لي وحنا غنتسناو هنا حدا باب الدار حتى تجي البنت الا ما جابهاش غنمشي ندخل الكوميساريه غادي نخرجوا نعلموا به هي هذيك جابها انا قلت لهم انا ما نقدرش نبقى واقفه بغيت تدخلوا معايا للدار يلا ما بغيتوش نخليكم هنا على برا قالوا لي لا حنا نبقاو هنايا عاسين على البنت شويه وجابها جابها نزلها حدا الكنيسه كنيسه قبالت كنيسه حدايا اللي حدا لونيب مكتب مع صالح الشر نزلها ومشى بحالها هي هذيك وهي جايه جات دقات دخلتها قلت لها شنو كاين قالت لي عطاوني كاس الحليب وزلاف هاد الحريره وشدوا عليا في البيت قلت لهم علاش ما ناكلش معاكم حيت مغرفه تتاكل معاهم علاش ما ناكلش معاك قال لها كلي وسكتي ايوا ملي نزلها حدا الكنيسه دخلتها للدار انا وخاي ومراتو خاي ومراتو قال لي حنا جالسين بالجوع ما كلينا ما شربنا ها بنيتك الحمد لله اللي جاتك بسلام ودابا حنا غنمشي وحدها هي هذيك دخلتها للدار قلت لها ودابا غادي نجيبك الفطور ونجيبك شي حاجه قالت لها ماما ما فيها لا ما ياكل لا ما يشرب انا دابا غنعس قلت لها واخا بنيتي انا غنمشي للدار نفطر نشرب كاس الحليب وإلا كانت شي حاجه ها النمره التليفون عيطي لي اي حاجه ايوا هي هذيك قلت لها عيطي لي هي هذيك 12 الليل شكون اللي جاي جايه اسماء وحسنة ونور الدين والكراشطه كلهم جاب تيدفعوا عليها الباب تيدقوا عليها يقول لها خرجي قلت لها عندك تحلي الباب شي واحد تقول له حلي لنا الباب ما حلتهمش حلي الباب ما حلتهمش ذا الساعه وما تيضربوا في الباب باش تحلهم ما حلتهمش هي هذيك مشاو بحالهم يلا فازي السلام عليكم اخوتي المغاربة اخوتي المغربيات بغيت نقول لكم حاجات اللي داروهم ليا ما بغيتش نكرتيهم ليا انا بوحديتي لانه ماشي معقول نتوما كتشوفوا وجهي كان زوين ما كانش بحال هكا حرقوا ليا وجهي تماكي فرنسا كانوا كيضربوني يضربوني لجباتي بالحديد الجبهه ديالي كانوا كيطرشوني الودنيه طرشوني سن كليا شويه ودنيه بحق باقا كنسمع فيها مي مبوش عليا من الداخل من اليمين ملي لقينا اليسرى عندي الدكتوره ديالي ما كانوش كيبغوا يخدموني خلوني بلا خدمه باش يقولوا انا ما بغيتش نخدم ولا ما عاد ما عنديش عقل وانا عندي عقلي كنكودي وعندي سيرفر ديالي في امريكا ستان في بي اس انا مانجيت برايفت سيرفر كنكودي لي زابسيون وشدوني بغاو يعذبوا فيا غير هكا ما قلت ندير لهم حتى حاجه كيقولوا لي تي تخو جونتي حيت داخله في راسي وكان في معهد وحديتي حكروا عليا قالوا لي عائلتك ماشي عائلتك باباك غير باك
مطبختكم حلو شتو ما عقلتكمش نبقى بوحدي تخلوني بوحدي 20 عام 20 عام وما كيتكسروا ليا. من بعد خرجت ابتداء من سبتمبر 2017 صافي بلاو بيا صحيح شفت واحد دونتيست زنقة وقالت لي كان عندي غير بلومباج ناقص فمي طاح ليا لاحتو ليا في الزبل عندها ملي خديت الرانديفو عندها لاحتو وشدتني وضربتني بواحد ليبرا وما خلاتنيش نشوف حتى وجدتها بين جوج ديال الدراس ديالي فقد الحمد فمي لداخل فوق ما صنغينا فوق مع الدراس ديالي ما خلاتنيش نشوف مدة 5 دقائق وجدتها ومن بعد قالت لي ما تحركيش سالينا الخدمة ما عرفتش شنو معنى داك الساعة ما كنتش عارفة اش دارت لي ومن بعد قطعت واحد البونسمون واحد الحاجة لواتها بين يديها كانت كريس خضرا ودارتها لي بقى داك الشيء كيقيني 3 أيام من بعد 3 أيام صافي بقيت كنموت قالت لي سيري بحالك ودابا كي هاد الشيء ديالك باش ما ترجعيش باقي عندي قلت لها فين درتي لي داك البلومباج ديالي اونلاين طريف باش نشوف شي حد يلصقوا لي قالت لي ما عطيتوش قلت لها لا قالت لي راه نحتو في الزبل سيري بحالاتك عليا ودابا رانا درت لك الميتال فوق واش سيري شوفي دابا شكون اللي غادي يحيدو لك راه الميتال فمي في داك البلاصه فين ضربتي قالت لي هادشي اللي كاين قالت لي راه ما غايحيدو لك حتى شي واحد ما عرفاش اش انتي شفتي داكشي ما عرفتش انا شنو ما بغات ما عرفتش شنو معنات ليا ما فهمتش داك الساعه شنو دارت ليا مشيت في حالتي 3 أيام من بعد وبقيت كنموت السخانه الحراره كتخرج لي من الحمي فريديا ورجلي ولاو بويض بزاف يعني مازالين داخل فيهم البيوضة في الحمر لتحت الحلق ديالي جاني بحال الحلاقم وبقى داكشي حمر لداخل كيخرج منه غير كشكوشة حيت كنموت ما شهروا ليا ما كانت مشاش كتسمي بقيت كنضعف مشان طبيب ما كيبغوش عليا كيقولوا لي حنا ما عرفناش خاصك تشوفي معايا شنو دارت لك انا ما بغيتش نرجع عندها لان عرفت داكشي اللي دارت ليا ما خاطر ولا مشيت لها خلينا نمشيو غبروني في نوبه كراسي كيحرقني بزاف الصحه ديالي طاحت لي كل صحيحه ما كان عندي والو غير كشكوشه كتخرج لي من فمي مدت لي واحد لا كونديدوز في فمي وفي الدات ديالي وبقيت كنسيل بالدم من تحتي بلاصه لي غير ما كاينش لي غير شهر وشهرين والدميات هو دار 4 شهور وانا مريضه بحال هكايا 4 شهور أربعة من بعد بديت كندير شويه لاباس ما بقى داكشي فيا وليني بقى داكشي اللي دارت لي ما عرفتوش شنو هو كيضرني في الراس ديالي